النجاح يولد الأعداء، فكلما ازددت نجاحا كلما تصنع أعداء، سواء عدو ظاهر أم عدو متستر. لهذا أحيانا كثرة الأعداء دلالة النجاح. ولا تحزن أبدا، لأنه حزنك هذا دلالة بداية الفشل. إذا رجل ظهر أنه عدو لك، لا تظن أن هناك خصلة سيئة فيك، فهناك من يعاديك لطبعه لا لطبعك. فنار نجاحك تلتهب بصدر عدوك قبل أن تصل إليك. لهذا لا تحزن إن سلط عليك حاسد، فإنما سلط عليه لأن الله آثرك بفضله ولم يمنحه إياه. لا تقل لماذا حولي الأعداء، بل قل نجاحي صنع الأعداء. ولا تجعل أي حجر أو أي عثرة أو أي حفرة في طريقك توقفك عن المسير، فلولا عثرات الطريق لما علمت استقامة الطريق، لولا عثرات الطريق لما علمت نعمة الطريق المعبد، ولولا عثرات الطريق لما علمت الأيدي التي تمتد إليك لتعينك على القيام بعد سقوطك. لهذا دائما كن مع الله ولا تبالي، واعلم أن الله عز وجل شانه إذا اجتباك بنعمة لا تسلب ولا تذهب ولا تمنع، فلا تكترث إذا تسلط عليك أحد، واعلم أن الله عز وجل شانه هو الذي تكفل بالدفاع. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فعلى قدر وجودك مع المولى سبحانه وتعالى على قدر احتواء الله عز وجل شانه لك. لهذا كن صادقا مع نفسك ومع ربك سبحانه وتعالى، واعلم أن الله عز وجل شانه لا يضيع عمل من يرد وجهه الكريم.